انا الاسم ديالي عبد الرحيم بده، المهمه ديالي هو اني جارديان تاع المقبره اليهوديه اللي كتواجد هنا بدوار شبارو. هذا واحد المقبره فيها واحد الضريح اللي هو كيسميه برافايل كوين، واحد الصالح يهودي اللي كيزوروه اليهود بزاف. الجد ديالنا هو اللي كان لقينا، جدنا هو خدام مع اليهود، كيتصرف معاهم وقبل اليوم المعارة هادي تال سنة تال ستينات فاش اليهود قاع مشاو للمغرب. ومن بعد توفى الجد ديالي، جا الدور تاع الأب عاود تاني. الأب ديالي هو اللي كان مقابل، يعني مقابلها بدون مقابل، كان كيحرس على سميتو، كيسقي الأشجار، يعني كيعتني بهاد المقبرة هادي. يعني ما كي قلت لك ما كنتقلقش، اي يكون في الويكاند، يكون في اي وقت بالليل كنجي، اي ساعه كتشيط ليا اسميتو، كتكون في شي بلاصه غير كنكمل شي حاجه تكون عندي وكنجي لهنا في اي وقت. نقدر نجي بالليل، نقدر نجي في الصباح، نقدر نجي في اي وقت كنجي لهاد البلاصه هادي. We are a United States Moroccan nonprofit civil organization, and we are dedicated to the people's projects, projects that communities identify for themselves to be most important for their futures. When you look at what Akrish means, not just for the thousands of people in hundreds of schools that have benefited from the 200,000 trees that have come out of Akrish since it started about 10 years ago. It's really about Abdurrahim. And it's about all the people who work with Abdurrahim, who plant and water and go off and train others to do the same and do it with joy and care every day to ensure that that seed does grow into a meter tall sapling before it's shared with communities and schools around the country, literally around the country. بالنسبة للذكريات الزوينين اللي عندي هنا، هو ذكرى نهار جعلنا يوسف المير رئيس لهف وقال لي بأنه راه غيدير واحد المشروع هنا اللي غتكون فيه واحد 30,000 حتى 40,000 زرع اللي غيتوزعها على الناس ديالنا ديال الدواور بالمجان، وغيكون واحد البشت هنا وغيكون بير وغيكون شريج وغيكون الانواع نتاع الغرش. جاتني صراحه، جاتني في شكل يعني كاين الاشجار بالمجان، والناس ولاو كيتحفزوا، وملي كيدير هذاك التشجير راه كيساهم في البيئه نتاعته. حنا يعني قبل ما تكون هاد التعاونيه، يعني كنا هي جالسين في الدار، يعني الروتين اليومي، والدراري يعني ما تيكونش عندك باقي شي هدف ولا شي حاجه، هي دوك الدراري صافي والكلاص في الدار. في الاول كنا غير جالسين، والفكره جات من عند سي يوسف جزاه الله بالخير، هو اللي صيفط لنا السي عبد الرحيم قال لي تجمع العيالات طوع الدوار باش يديروا شي حاجه يعني اللي تفيدهم، يعني شي حاجه ان فوا حنا الزربيه شي حاجه ورثناها من الاجدود، يعني داكشي اللي معروفه به هاد المنطقه الزربيه، كنخدموا الزربيه يعني الزواق وداكشي كلشي وارثينو غير من الاجداد ديالنا. يعني خدمنا الحمد لله، مره تشدي يعني شويه وتتعاوني به الدار والوليدات، يعني والهدف من داكشي كله يعني كترتاحي نفسانيا، حيت حنا هاد الخدمه ديالتنا يعني قبل من ماديا، يعني حاجه ماديا على جنب، النفسيه هي الاساس يعني في هذا الشيء كله. بالنسبه لديك الطريق يعني فرحانين بزاف بديك الطريق، يعني ديك الطريق راه حنا فين ما مشيتي، جيتي من هذه الجهه ما كانش طريق لهاد الدوار، من هذه الجهه ما كانش طريق، تنحلو دروكا النقل تيمشي للدراري كلهم للدواور الا دوارنا. انا ولدي تنصيفطو للمدرسه فسميتو في الشتوى، تتكون الشتاء وتنخاف من الكلاب، تيكونوا الكلاب حنا بين الطريق دوز لينا، ولادنا مكرفصين، والبنات الاغلبيه خرجوا البنات، خرجوا من المدرسه ما كملوش. البنات تشوفي بنت في عمر الزهور وجالسه في الدار وتطيب وتسيق، راه ماشي معقول، ما كاينه لا خدمه لا والو، يعني شي حرفه باش دوزها البنت صعيبه. دروك الناس قاريين اللغات، الناس خدامين، والبنات هنا جالسين، يعني هذا الشيء راه صعيب
صعيب حنا وبين الطريق وبين حنا الطريق البنات يقراو منهم يتعلموا اللغات منهم يخدموا. The interfaith connection that happened as a result of communities building their tree nurseries on land lent without cost from the Moroccan Jewish community actually became apparent after the first cycle of trees growing from a seed to a sapling and that day of distribution when members of the surrounding farming communities came who are Muslim and members of the Moroccan Jewish community came and together they celebrated this moment of tree sharing. يعني واخا مسلم ما كينقص اشياء ما غاديش ينقص من الايمان ديالي ولا من الاسلام ديالي حتى حاجه يعني حنا كنصليو وكنصومو وهما كيديروا الطقوس ديالهم. لا فونداسيون دارت واحد الخطوه كبيره ما بين العلاقه ما بين اعاده احياء العلاقه اللي كانت ما بين المسلمين واليهود يعني حيات واحد العلاقه وطيده بهذا العمل الاعمال الخيريه اللي ولات كدير لا فونداسيون. We saw immediately the scalability and the national implications. Can you imagine what it would mean if Morocco achieved its multi-billion tree goal through interfaith? As an Islamic nation, by embracing the diversity of the nation, they've provided this critical ingredient to alleviate national rural poverty and what that means to the world and the message that it sends. But draw that connection of how special the caretaker is to now I'm talking to you about multiple more that will be built and this global message. But we couldn't talk about all of that unless it was a caring, hardworking, loving, beautiful person in Abdurrahim living in Akrish, caring every day about that pilot nursery. بالنسبة للعمل اللي كنقوم به أنا كنحس كنقدم شي مساعدة كندير شي حاجة اللي كنساعد بها الناس. بالنسبة لهاد البلاصة هادي كتعني لي أنا بحال اللي قلتي ديالي بحال اللي قلتي الدار الثانية ديالي حين كبرت هنا وكنت شفت هنا ملي حليت عينيا كنجي لهنا وخدمتي هي هنا يعني ما كنعتبر بحال الا هنا شي حاجه مني بحال الا حاجه ديالتي.